وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذا النهار الرمضاني المشرق، ومع هذا الجمال الذي ينساب من المكان مزينا الاجواء الرمضانيه بالمزيد من الشاعريه، نستهل حلقاتنا لهذا اليوم من برنامجكم الرمضاني بين الناس. نبدأ فقراتنا لهذا اليوم وكالعادة بالفقرة المرحة والرائعة دوما، فقرة سؤال الشارع، والتي نقدم فيها مبالغ مالية لجمهورنا الكريم، وهي فقرة مكونة من ثلاثة أسئلة. نبدأ بالسؤال الديني، وسؤالنا الديني لهذا اليوم يقول: كم عدد سور القرآن الكريم؟ تعالوا نشوف إجابات الجمهور. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله طيبة. الحمد لله. من وين أنتِ؟ أنا من منطقة سوق. إيش اسمك؟ آمنة خمس فرع. آمنة، بنسألك سؤال، لو جاوبت عليه بتحصلي على جائزة. سؤالك يقول: كم عدد سور القرآن الكريم؟ القرآن الكريم؟ حاولي. القرآن الكريم. أعرف. ما تعرفي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ مرتاح. عرفنا باسمك. أحمد محمد سالم. أنت من أبناء هذه المنطقة؟ من أبناء هذه المنطقة. اسمي هذليشة. اسمي هذليشة. نعم. إيش تشتغل؟ أشتغل بحر. كنت وأنا صغير البحر والنخيل. البحر والنخيل. بس هذا مهنتي. مزارع وصياد. مزارع وصياد. وصياد. نعم. بنسألك سؤال، لو جاوبت عليه بتحصل على مبلغ مالي مقدم من قناة المهرية وقدره 25,000 ريال. أنت مستعد للسؤال؟ نعم مستعد. مستعد بس يعني. ما شاء الله. سؤالك يقول: كم عدد سور القرآن الكريم؟ كم عدد؟ سور القرآن الكريم. يمكن 114. متأكد؟ متأكد؟ متأكد. أعزائي المشاهدين، من منطقة دريشة حصلنا على الجواب الصحيح من الشيخ محمد، وفعلا الجواب 114 سورة في القرآن الكريم. مبروك عليك الجائزة المقدمة من قناة المهرية 25,000 ريال. مبروك عليك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير وعافية. رمضان مبارك. علينا وعليكم. عرفنا بنفسك. أنا مبارك سعيد أحمد. شيخ مبارك، إذا جاوبت على، بنسألك سؤال، لو جاوبت عليه بتحصل على جائزة. سؤالك يقول: القرآن الكريم يحتوي على العديد من السور، كم عدد السور القرآن الكريم؟ مش عارف؟ مش عارف. للأسف ما قدرت تجاوب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ بخير. عرفينا بنفسك. الحمد لله. فم الشام. طما أحمد. طما تحمد. طما بتعلص. طما بتحمد. أحمد علصاص. من وين أنت يا خالة؟ أنا من سرهي. من سرهي، من هذه المنطقة يعني. طيب سؤالك يقول: كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114. 114؟ متأكدة؟ متأكدة. طبعا مشاهدينا الكرام، الخالة طمو من منطقة سرهن جاوبت الجواب الصحيح اللي هو 114 سورة في القرآن الكريم، وتستاهل الجائزة المقدمة من قناة المهرية 25,000 ريال. برنامج بين الناس، ألف مبروك يا خالة. الله يحفظكم. ما شاء الله يحفظكم الله ويرعيكم. تستاهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا خالة؟ الحمد لله. كيف؟ عرفينا بنفسك. مريم علي عامر. من وين أنت؟ من حديبة. من هذا المكان. بنسألك سؤال، لو جاوبتي عليه بتحصلي على مبلغ مالي مقدم من قناة المهرية، برنامج بين الناس. سؤالك ديني يقول: كم عدد سور القرآن الكريم؟ 115. حاولي مرة ثانية. 114. 114. متأكدة؟ متأكدة إن شاء الله.
جوابك صحيح مشاهدينا الكرام، جوابها كان صحيح وتستاهل المبلغ المقدم من قناة المهرية اللي هو 25,000 ريال جائزة مقدمة لها من برنامج بين الناس. تستاهل. شكرا. ألف مبروك. مبروك إن شاء الله. الله يبارك لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. عرفنا باسمك. عبد الله مالك موسى. أنت من أبناء هذه المنطقة؟ إيه نعم. إيش اسم هذه المنطقة؟ منطقة عريرهن. عريرهن. طيب معنا لك سؤال ثقافي، لو جاوبت عليه بتحصل على مبلغ مقدم من قناة المهرية وقدره 25,000 ريال. أنت مستعد للسؤال؟ مستعد اللي أعرفه كلش. سؤالك يقول ما هي عاصمة البحرين؟ منامة. المنامة؟ نعم. متأكد؟ والله أكيد أتأكد، لكن اسمع أقول لك شاكت المنام. أعزائنا المشاهدين، من هنا من منطقة عريرهن حصلنا على الجواب الصحيح من الشيخ محمد، وفعلا الجواب الصحيح هو المنامة، وحصل على مبلغ وقدره 25,000 ريال مقدم من قناة المهرية في برنامج بين الناس. شكرا لك. ألف شكر. وفي ختام هذه الفقرة نختم بالسؤال الأخير وهو السؤال الشعبي. سؤالنا يقول جزيرة تتبع محافظة أرخبيل سقطرى طولها 8 كيلو وعرضها 4 كيلو ولا يسكنها أحد، فما هي؟ صباح الخير. مرحبا. صباح النور. عارفين بنفسك؟ عايشة أحمد عبد الله. عايشة. أنت إيش من منطقة؟ عريرهن. عريرهن. في عندي سؤال، جائزته بتكون مقدمة من قناة المهرية، لو عرفتي بتجاوبي عليه بنجيب لك مبلغ مقدم من قناة المهرية وقدره 30,000 ريال. أنت جاهزة للسؤال؟ سؤال أي سؤال؟ السؤال يقول جزيرة طولها 8 كيلو هي تتبع أرخبيل سقطرى وعرضها 4 كيلو ولا يسكنها أحد، فما هي تلك الجزيرة؟ إيش اسمها؟ إيش اسمها؟ جزيرة سقطرى. لا لا، هي تابعة لجزيرة سقطرى. ايش اسمها؟ اسمها ايه؟ لا انا اعرف. جيبي لي اسم الجزيرة. اسم الجزيرة سقطرى. لا لا، هي تتبع جزيرة سقطرى. هاي ايش اسمها؟ درسي. متأكدة؟ ايه كده. وفعلا الجواب صحيح وهي جزيرة درسة، تستاهل المبلغ المقدم من قناة المهرية 30,000 ريال. مشاهدينا الكرام، والآن نبقى مع التحدي الإنساني، فمن منطلق التعاون ومساندة ذوي الاحتياجات نخصص هذه الفقرة من برنامج بين الناس لزرع روح المبادرة وتلمس احتياجات الآخرين بقدر المستطاع. فاليوم كما عودناكم سنطلب من أحد الأشخاص أن يجمع لنا مبلغا من المال لحالة مريضة وبحاجة إلى الدعم، والبرنامج يقوم بإضافة مبلغ كالذي تم جمعه وإيصاله إلى الحالة المحتاجة. دعونا نبحث عن الشخص الذي يقبل التحدي. رمضان كريم. علينا وعليه إن شاء الله. عرفنا باسمك. اسمي إيهاب جمال عبد الله. إيهاب، دحين نحن عندنا برنامج بين الناس، فكرة التحدي الإنساني، مطلوب منك أنك تجمع مبلغ من المال لحالة محتاجة، هل أنت جاهز لهذا التحدي؟ إن شاء الله جاهز. إن شاء الله. فكرة التحدي هي عبارة أنك تجمع مال من المارة في الشارع من أي مكان وتجيب لنا ونحن بنديه لحالة محتاجة ونضيف، والقناة طبعا تضيف نفس المبلغ اللي جمعته. أنت جاهز لهذا التحدي؟ جاهز إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نترك الآن الأستاذ إيهاب يجمع لنا مبلغ المال وثم نعود إليه.
عودنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد أن جمع الأخ إيهاب المبلغ. كم جمعت المبلغ؟ جمعنا المبلغ الإجمالي 62,500. ما شاء الله، كيف كانت ردة فعل الناس؟ والله كانت الناس متعاونين جدا، مساعدين وتراحم فيهم والشفقة والرحمة، والحمد لله لقينا سهل إن شاء الله اللي التعامل. إن شاء الله الله يكتب أجرك. إياك إن شاء الله. طبعا قناة المهرية بتضيف نفس المبلغ 62,500 ريال. أعزائي المشاهدين الآن بنروح ونسلم الأسرة المحتاجة المبلغ. أعزائي المشاهدين وصلنا الآن إلى منزل الأسرة المحتاجة وسنقوم بإعطائه المبلغ الذي جمع لنا الأستاذ إيهاب وكمان المبلغ الذي أضفنا له من قناة المهرية وقدره 125,000 ريال. سنقوم الآن بإعطائه. السلام عليكم وشهر مبارك عليك يا حاج، هذا المبلغ هدية لك من قناة المهرية ومن الأخوان اللي جمع من عندهم الأستاذ إيهاب، مبلغ وقدره 125,000 ريال. قلعة حواري. تعد قلعة حواري معلما من معالم سقطرة التاريخية البارزة الضريبة في أعماق التاريخ، فتلك القلعة تسمى باسم المكان الذي بنيت فيه حواري، كما تعرف أيضا بقلعة المهريين، وهي توجد في تلة مرتفعة في جبل حواري. والعقلية التي اختارت ذلك المكان عقلية عسكرية ذو حنكة، فهي تطل على الشواطئ والسواحل الواقعة شمالا منها والممتدة من طرف حولف شرقا إلى حيبك غربا، فكل قادم بحرا من تلك السواحل ينكشف أمام القلعة، كما إنها تطل على قرية شيك العاصمة التاريخية لجزيرة سقطرى، وتطل أيضا على الخور البحري الممتد من ساحل قرية شيك إلى قرية حجرة، فقد كانت السفن تدخل ذلك الخور وترسو فيه، وكذلك تطل على مستوطنة حجرة التي كانت مركزا تجاريا نشطا يتم فيه تبادل البضائع، وتتم فيه عملية الاستيراد والتصدير، وتشرف القلعة أيضا على العديد من القرى ومزارع النخيل والأودية. هذا وقد تم بناء القلعة في بدايات السلطنة العفرارية التي حكمت المهرة وسقطرة منذ منتصف القرن 15 للميلاد، ويحكى إن طريقة نقل مواد البناء إلى القلعة كانت شاقة، كون مكان القلعة يقع تحت منحدر شديد الانحدار، فابتدعوا طريقة رائعة فقام الناس بعمل صف واحد من أسفل الوادي إلى مكان القلعة، وكانوا متقاربين في الصف حيث يستطيع كل واحد أن يناول الثاني بيده، فالذي في أسفل الوادي يتناول الذي يليه الحجارة أو غيره وهو يناول الذي يليه، وهكذا حتى وصلت مواد البناء إلى مكان القلعة بكل يسر وسهولة. القلعة تعرضت للإهمال الشديد حتى انطمس جزءا كبيرا منها ولم يبقى منها سوى بعض الأطلال فقط، وخلال التجول في القلعة يلاحظ أنها تتكون من سور أحاط بالقلعة، وهذا السور يصل سمكه إلى حوالي متر في بعض الأماكن، كما أن هناك بعض التقسمات داخل القلعة فيلاحظ وجود بعض أساسات الغرف وأحواض لعلها كانت تستخدم لتخزين المياه، وهناك قنوات مياه تصل لتلك الأحواض. نستطيع أن نتبين أن بعض المواد التي استخدمت لبناء القلعة وهي مكونة من أحجار متوسطة الحجم والنورة، يقال أن هناك نفق يربط القلعة بالعاصمة القديمة لسقطرى قرية شيك، وفي فترة من الفترات
تعرضت سقطرى لهجمة عسكرية، فقام السقطريون بتسديد ذلك النفق بالنورة حتى لا يستطيع الغازي معرفته. ويأمل السكان في سقطرى أن يتم الاهتمام بهذا المكان التاريخي كونه واحد من أهم المعالم الأثرية في الجزيرة، وشاهداً على وشك الاندثار على تاريخ طويل من العظمة والمجد. مشاهدينا الكرام، معنا اليوم الخالة مريم والخالة حليمة بيكلمونا عن العادات والتقاليد حق رمضان في جزيرة سقطرى. أهلا وسهلا بك خالة حليمة، كيف حالك؟ حال الحمد لله. رمضان كريم يا خالة. رمضان كريم. حدثينا عن الأكلات اللي كنت تسويها في رمضان. أكلات حلة وكحاف وصفلحة ودربس وهبن كحف ديس ومع صدعين وهربن سبرية بس بجعل. وكرما صلب أن قدر تحم صفلحة وننتك تحن ديهب والله النت فوق الحجرة كنت تصور؟ فوق الحجرة ماشي صانية ما في صحون سبيش صحون بس هلا. كيف حالك يا خالة حليمة؟ الحمد لله. حدثينا عن الأكلات اللي كنت تسووها قديما. أكلات كان قديما راب حق الغنم والصوان ولحم وخالص نفطر في الروبة. تفطروا بالروبة؟ أيوة في اللبن حق الغنم ونشرب الروبة، وده كان فيه أكل الثاني المقدرة ولا قسقس وهذا نقدرها وناكلها، وده كان ما في إلا روبة تمر. في تمر؟ ما في تمر؟ ما في تمر، أحيانا زمان حصل تمر وساعات ما في تمر إلا روبة واللحم حق الغنم، وهكذا سحر روبة وسحركم روبة وسحرنا روبة بس الآن حليب وخبز ولنا أشياء عرب معانا موجود وتمر وقهوة كل شيء متوفر. كل شيء متوفر الآن، لكن زمان ما فيش إلا روبة ولبن واللحم، وإذا كان في مقديرة، وإذا كان ما في مقديرة روبة ولحم ما في، وحليب حلق العنب. حق الزمان مقديرة، حق الزمان حق السواحل. أسألها حق الزمان. يا خالة إيش مقديرة؟ مقديرة حبة صغيرة بعدين يطحنها بعدين يعصدها ويناكل، ما في روز. من فين يجيبوها يا خالة؟ من السواحل، من البحر. بس فين؟ بالسفن كانوا يجيبوها. أيوة بس ما في عاد. في عادات وتقاليد كنت تسووها زمان؟ ما في عادات وتقاليد إلا هذا. إيش عادة وتقاليد أكل الزمان إلا هذا؟ خالة إيش كان سحوركم؟ إيش كان سحوركم؟ مقدرة نقادر ونطحان تجد عن من سواحل بالصداق شهرين مجلية تجدنا مصطع مجيه حيس بن سواحل. أنت تنتظرون أفتك دعا والله نجل والله طحن نزع جويني ونتجد ونزع دحنجع تطحنوهم بالبيت؟ نطحنهم مجدد بالحجرة. يا خالة إيش الفرق بين رمضان أول ورمضان الآن؟ إين الفرق؟ فواه جات بالساق ندبل عبن ملاقع. يعني كل شيء متوفر الآن؟ إين متوفر؟ تامر، إيريس، صاد، تا لانشيات، ماس، طماط. من أحسن رمضان الأول ولا الآن؟ لا أحسن الأول وأحسن الآن، كل شيء أكل فيها الأول أحسن والآن أحسن الحمد لله. ما حد مات من القح، ما الأول ولا الآن أكيد. مشاهدينا الكرام، انتهت فقرتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء. ومع هذا الغروب الجميل نصل أعزائي المشاهدين إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نترككم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.